صباح النور اخواني اخواتي المشاهدين، كي صبحتوا كل شيء مزيان؟ طبعا ان شاء الله كما قلتوا لي وريني كيف في التعليق كيفاش مقاد الناموسيه. داير هادو ثلاثه خوتي طروفه، حتى بغا ندير وحده في وحده ونقعد الكوسان تبقى الطوموبيله عاديه حتى تولي ثاني الطوموبيله عاديه. تنخرج هادو راكم عارفين باش الشميشه اليوم ضاربه زوينه وتعطي الشمس، راكم عارفين تتحيد البكتيريا. ايوا دابا ان شاء الله تنظف هادشي هذا باش من بعد اخواني خواتي المشاهدين غادي نمشي نصور ان شاء الله هذاك اللوزين كان ديال الملحه، غنشوفوا واش كان ديال العرب ولا ديال النصارى، غنشوفوا ان شاء الله التاريخ ديالو كي داير. ايوا دابا باش نطول عليكم غادي نقاد الناموسيه نوريكم. تندير هذه هي الاولى، حقاش راه كل وحده بلاصتها فيها الثلاثة. هادي تندير هاد سميتو هاي هنا شادة في هاد العيبة ديالها ديال الطوموبيل، تنديرها هنا هادي بحال هكا. ها هادي باش ما تهربش ليا، باش ما تهربش لهاد الجيه. هادي ها كانت هربت ليا تسط هاد العيبة ديال الطوموبيل، خاصة بالسماطي ديال الطوموبيل. صافي درتها هي تشد مزيان، صافي دير. والله هادو متانات، هادو ملي تيتبركو عاد قعدو ويرجعو كي كانو. شتوهم هاد البونجات راه دوري جينا هاد البونجات. هادي تنديرها فوق الناموسية هادي، ها هي رابطة هنايا البيكار كاع ما درتها في الطوموبيل. هادي ندير لها بحال هكا، بقاش ملي نبغي نسوق ما تكونش مقعبة، نكون غادي للطوموبيل باش نشوف بالمري، ما بغاش نطويها الربعة بحال مسمنة. هادي نخليها بحال هكا. صافي مشمشات مقادات مقرملات، حتى باش نشوف. صافي هادي زوينة، إلا كانت بتريح برا ولا شنو تتلكمت بيها. هادي راه ديال الكامبينغ، هانتوما كلشي دايرين لك. ها جمع راسك ها خوي بلاد وعمر بلاد. هاهي ديال الكامبينغ، هاهي كيفاش تنطويها. صافي مقادة مريقلة، هادي الفراشة سخونة راكم عارفين فيها القطن. إوا تنخلي بحال هادشي محضور باش نصيب كي ملي نبغي نمشي نشوف بالمري اللور. هادو هما أحسن حاجة كاع الميزات عندي، هادو راه والو البرد ما تيخليه. وشي دور هاد الفكرة طاحت ليا في راسي، هما تيديرو داك السلوفة الشيبي، ولكن هادي حسن، هادي واعرة، هادي اخوتي والو من البرد ما تخليش ليا مع راسك. هاي وفيها تا الديكور زوين، راه مدور على الطوموبيل. ايوا الخامية تا هي لعبت واحد الدور كبير. هنا غادي نوريكم الطبلة فين تنفطر، قلتو ليا ورينا ديك الطبلة. هاي تتفتح من هنا بحالك بحالك على العبار اللي بغيت، تزيرها من التحت من الفوق من هنا. هو عاد زير شو شي بان ليكم من هنايا، صافي الطبلة تتريقل. صافي تجر هذا تا هو بحال هكا، الا بغيت تزيد شي حاجة نجبد. هادي ديال الشكلاط، عادي ديال الشكلاط ومين ما فيهاش الشكلاط، هادي ديال الشكلاط زوينة هاد، شريتها من الدية. صافي هادي وحل بريري ديالاتاي، ها هي طاحت الربحة. صافي تنخليها بحال هكا باش تبقى رطبة،
دابا تنفطر ان شاء الله باش نجمع داكشي. هي الطبلة موجودة هنا، تنحط حدايا هادي هنا، الزر هادي، بسم الله. الميريكان راح للنرويج. ايوا اخواني خواتي المشاهدين، صافي جمعت كلشي، ديك نديرها مقلوبه اخواني خواتي المشاهدين، صافي كاع جمعت الطوموبيل ريقلتها كلشي بلاصتو، سبيكالاتها هي درتها بلاصتها. ان شاء الله دابا غنبقى ليا نسد الكوف وغادي نمشي لذاك المنجم ديال الملح، وان شاء الله نكتشفوا تمايا. انا دخلت قريت عليه في جوجل، ما دايرينش عليه التاريخ، ولكن تيقولوا هو منجم ديال 1992، والبني اللي بان لي انا فيه ما ديال 92، ماشي جديد، هذاك الشيء قديم، ربما كان للمسلمين الله اعلم. غنمشي نشوف ونصوروا لكم، وكما تبارك الله راه متبعيني مؤرخين ديال تاريخ الاندلس، يفيدوني الله يجازيهم بخير في التعاليق، ويفيدوا حتى المتتبعين. الا بعث لكم شي اشاره ولا شي حاجه بحال تتبين باللي البني راه قديم من ايام زمان ديال المسلمين، فيدونا الله يجازيكم بخير. غنصور لكم الاقواس ديال البيبان اللي كاينين تما في هاد في هاد الشركه، حنا نقولوا لها شركه، هو راه منجم ديال الملح. سبحان الله العظيم، واحد الهوده جات حدا الدوار هذا سميتو ايمون، دوار ايمون سميتو ايمون، منجم الملح ديال ايمون. هادي البلاصه هادي ما كاين لا بحر لا والو هنا، وراه مشايط دقت منو الله خو لي مالح، خارج الملح من الارض من عند الله. راكم تعرفوا شي الارض تكون تردع، حنا تنقولوا بلي ملي تتردع الماء ديما عاطيه هي الماء، سبحان تجيب شي هوده تبقى ديما شاده الماء ولا. وراه هاد البلاد هاد الارض هادي سبحان الله واحد شي شحال من قطار هنا، شي 10 د القطارات، اش كنتي تصاوني عليا شي 10 د القطارات يكون الفضل هذا، ما على الفضل بغيت نديرو نعيط ليه من الاخ ديالي، ماشي مشكل. تحية لي من المنبر هذا، باش نقطع لي بنحيط غير الصونيط. ايوا اخواني اخواتي المشاهدين، غادي نمشيو نشوفو شي 10 د القطارات ولا بحال هكاك، شي 10 د القطارات تيعطيو الملحة، تيخرجوا الماء والماء مالح، ماشي الواد دايز مالح، هذيك الارض تتخرج الماء مالح. ايوا شدوهم ويديروا ليه تشاريجات ولا تيصفيو داك الماء تيعطي الملحة، ولكن تيقولوا في 92 ما يمكنش عنده 30 عام هذا. 92 دابا حنا في 2023، شحال من عام؟ 30 عام اخو، اه 31 عام، ما يمكنش هذا عنده 31 عام. غنزيد نوريكم البني وداك الشيء، وانتم اخوتي يفيدونا الله يجازيكم بخير. بغينا نستافدوا حنا غاديين بالدوره، الحمد لله بان ليا في الطريق، قلت غادي نصوروا ان شاء الله باش انا نستافد. الله وعسى يكون ديال المسلمين ولا شي حاجه. هاد الباب هذا بحال المرات خاصني نبدل ليه داك المنتسور، النهار راه ما بغا يتسد ليا، بقاو رجليا مطنشين ليا، انا تنبرك عليه من الداخل وهو ما بغا يتسد، ورجع قلت ناري تعاود. اخواني اخواتي المشاهدين، هذه هي البلاكه ديال هاد المنجم هذا، الريو سالادو، الواد المالح، كاستيا لا مانشا. ايوا اخوتي نوريكم وادا لوزين فين كانوا تيجمعوا الملحة وهداك الشيء، هادو هما التشاريجات. شوف اخوتي البني قالك ديال 1992، ما تنظنش مالح الخوت. شوف سبحان الله الخدمة كيفاش دايرة هنا، درا مالح دكتور البارح مالح تيقطع
حل ديال البحر. شوف كيفاش دايرين هاد الخدمة هاد. تصفيو هنا الملحة شو هاد الحجرة هادي، هادي راه ديال الصخر. ولكن ما بقاش يستعملوه دابا. شو دابا شي كانوا شو الارض دايرينها بالحجر باش يدخل الكارو ولا العود ولا شو. هنا كانت يصفي الملحة تتعمر الملحة وتطلقوا الماء يخرج، تجمعوا هذيك الساعة يصدروا للمدن. شو دابا من تيجي بدون الملحة شو هاد الصخرة هادي. هادي معوضة بالسيمة. شو صخرة هادي. شوف هاد البني هذا جاني بحال ديال فاس، حقاش فاس كانوا تيديروا الخشب بزاف. لاحظتو وكان ديك الساعة هذا ما ديال 92. شرا ديري لي الشبيك داكشي خطر يطيح عليك ولا شي حاجة. شتو اخوتي كيفاش داير البلانش. شوف اخوتي البني كي ما تنظنش هذا شبني بالتراب، السيما بدك التراب الجير. لا 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 ما 92 هذا. ما انا شفت المباني دابا وليت تنعراه. نوريكم هنا هذه هي مردوم، هذه وزينه هنا مردوم. دابا ولاو سادين وتيخاف بنادم هنا ما يخليكش تدخل طيح عليك شي حاجه. حقاش هادشي راه شوف هاد الباب الخوت. ها دابا الباب يقدر يبين الاخوان. الحيط هذا راه ما زاقيش. شوف اخوتي هاد الباب هذا قرب لي يطيح علينا شي حاجه. شوفوا هاد الساقطة ماشي ديال 92 وي على 92 وقع في 45 1945 كانوا الدبابات شي حاجة خطيرة كاع بنية خطيرة. ما عاودوش الهضرة ولا في 92 وهاد البنية هاد الباب هذاك ماشي ديال 92 هاد الباب. راه كتبوا في جوجل ايم سميتو ايمون بحال ما تقول ليمون هي تدير اي ما ديرش لي ايمون. دوار ايمون منجم للملح، منجم ديال الملح دوار ايمون. شو هاد الباب كيدير. شو هاد العود حيد من هنا. شو هاد القوس هذا وريكم هانتوما خوتي المشاهدين هاد الوزين، الوزين ديال الملحه. شو هاد القوس. ها قوس ديال هاد الباب بالحمر ولكن هذا داروه بالبريك هذا جديد. ها هو اللي قديم اش بغى يقول لينا هاد الحيط هذا. حقاش هما بيديهم الاسبان شي بلايص راهم قدام بقى ما عارفوش شكون اللي بنى هادشي ما عارفوش. شوف 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 هاد الحيط هذا دايرينو باش ما يدخلش الانسان دابا هنايا. عطي عليك شي حاجه انا ململ شي حاجه يتردم عليك شي لاخر اللي كان واقف على السبه. عارفين بنادم تيبغي يدخل هنا
كبير ماشي 10 القطارات اللي كاين. شو القرمون؟ واش في عهد المسلمين كان القرمون؟ شو هاد الشي اللي تيجبدو؟ واش ملحة ولا ما شنو هي؟ قاصح البارح جاتني انا بحر رملة ولا ما عرفت واش الملحة. كذبوا شي كذبة. شو الحيطة هو بدا تيطيح. شوف اخوتي هاد الشي هذا هو باش السيمة. لا فيه الحجر والطوب. جابوا لي الضو وكل شيء. ولكن واش تيقولوا هما حبس في 92؟ والله اعلم واش في 92 ما بقاش خدام. يمكن ها كاتبين هما 1992. واش في 92 ما بقاش خدام ولا تبنى في 92؟ شوف اخوتي شوف هادشي راه بحال اللي كاين فيه فاس. دوك العيبات اللي في الحاشيه الفوق بحال البني ديال فاس. مازالين كاينين تما قدام تاهم. ترى فاس تاهي صحيبي راه دخل ليها ردو كلها تاريخ تاهي فاس مكناس الرباط مراكش مراكش مدينة 1000 عام. شو هاد العيبة هادي؟ ها هادي انا تاهي ماش بغات تقول الحجرة هادي شحال فيه هذا؟ واحد جوج ثلاثة في مترو 40 سنتيم. شتوه لا 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 يكون ميه ميه باينين المسلمين ميه في الميه. شو قداش شوف هاد المسرفين يدينا. شفت العصافير قلت لكم هنا ممنوع طير الدرن. وي 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 اسمع اسمع تتكي واش من طير هذا؟ عندو شي عش هنا كاع الطيور تتعرف تدخل شي بلاصة اللي عمر وصل ليها الانسان تتبدا دير التحذير على ولادها. ولكن دابا ماشي وقت الفراخ تفرخوش ده. شو الباب ها؟ شو خوتي الباب هذا الباب عنده 30 عام ما تنطلش. شو المسمار ديال بكري نعود بالمطرقة والليدة المسمار ماشي بالماكينة. حقاش مربع ماشي دائري مربع مسمار مربع. شوف والله سمع شي مسمار طايح. تما خوتي ها درهم من جم ديال الملح. شوف كيفاش داير الطريق هنا بالحجر. ويدي على 92 كاين تصير يدير السيمة. هاد الاثنين وقت ما بناو ما كانتش السيمة. كاع هادشي تيجمع الملح. هذا باب ماشي ديال 30 عام. الحمد لله. ايوا اخواني اخواتي المشاهدين كما تلاحظوا منجم ديال الملح في هذا الدوار هذا سميتو ايمون. سميتو ايمون ديال غوادالاخارا. بعيد على داك بعيد على ها بعيد على داك الحصن ديال الامويين. بعيد عليه راه بشي 6 كيلومتر باش بعيد عليه.
هاد المنجم هذا دايره الدوله الامميه، والله اعلم اخوتي بغينا نستافدوا الحمد لله. ما كان عندكم عليه شي علم الناس ديال المؤرخين تبارك الله ديال هذا التاريخ الاندلس يفيدونا الله يرحم والديه في التعليق، بان نعرفوا حقاش ما كاتبينش عليه، ما كاتبينش عليه في جوجل شكون اللي دار هذا المنجم هذا. صراحه هذا ماشي ديال 30 عام، وي كان البني ديال 30 عام البني هذا راه ربما دوك واش كانت تصدروا الملح هذيك الساعه المسلمين الدوال. شوف سبحان الله هذا الباب ماشي ديال 30 عام، هاد الدخله غتصيبو في 92 1992 ماشي 1992. كتبوا سميتو، كتبوا ايمون، انا غنخلي لكم سميتو غنخلي لكم سميتو كامله مكموله، الله يجازيكم بخير، قراو عليه وفيدوني في التعاليق الله يرحم والديه. عافية الحال ما عرفتش شكون اللي بناه، انت شحال عدو من عام تجيني الدوره بحال خاويه، لا جيت شفت بحال ما والو، ها صورت وصافي، ما بغيتش انا هذيك اللعبه، صور وصافي ودوز. خاصني دابا نصور شي حاجه خاصني نعرفها، شو هاد المسمار هذا عدو قديم، هاد المسمار هذا ما عدا 30 عام، وي كنا نصيب شي مسمار طايح ندي معايا. ايوا نتمنوا خير ان شاء الله. وهاديك ديك لاباري ديال الكشف المعادن تيقول لي بعض الاخوان نقلب بها، ما نقلب بها، ما تقلب بيا، اش بغيت انا شي كنز؟ كنز الحمد لله، راه ربي راه عاطينا الله الكنز، الصحه وكل شيء وتندور، واش الله يجعل البركه. احنا كاع صرنا كاع كنز الاموال والذهب، اش بغا دير بيه؟ تموت تموت وزيدونا داك الشيء راه ممنوع، شي واش بلايص اللي هما مسموح فيهم وبغا نديرو هوايه وكا ايه، باش تا غادي بغات تبدا تقلب على شي حاجه، نقلب على شي حاجه اللي هي نربح منها وندي، ما داخلاش ليا انا هذيك كاع الراس، سوا بغا نقلب على شي حاجه هوايه مع الاصدقاء تما تيقلبوا، ولا انا شي بلاصه بغا نقلب فيها، ماشي زعما كي باغي نصيب شي ذهب وندي ولا لا، كاع لاصت شي حاجه نعلم بها مول البلاد ولا الحكومه، حقاش راه حرام هذاك الشيء الا خط قلبتو على الارض وديتو، ماشي ديالك حتى الارض وديتو، راه خاصك تعلم مولاه وشوف شحال. هنا في اسبانيا يمكن تعطيك 20% لصت شي حاجه وبلغت بها، تيديهم 80% ضروري من الاحسن تبلغ بهم، ضروري من الاحسن تبلغ، حقاش راه تيكتبوا داك الشيء عليك، راك صيبت السيف ولا صبت شي لعبه قديمه وكا راه مزيان، تيكتبوا فلان بالفلان صاب هاد البلاصه في هذيك البلاصه هاد الشيء هذا وكا وجابوه، تي عندك واحد الشرف كبير. فزين هادشي ديال التاريخ اللي صاب اخوتي شي حاجه يوريها ما يخبيهاش، صبت شي درهم شي حاجه متميزه وريها باش يعرفوا شكون اللي كان تما، لا ديتها وانت مشيت بعتها ودرت كل شيء، هذاك راه تاريخ اصاحبي. يلا دابا هذا شحال شكون اللي بناه، شكون اللي ما عرف الله اعلم، خصوصا حنا كانوا هنا المسلمين، مازال غادي ان شاء الله نمشيو نقلبوا نبحثوا ونشوفوا تاريخ جدودنا هنا في الاندلس المسلمين والامازيغ والمغاربه، ونعاود لكم على المغاربه المرابطين والموحدين تا هما اش داروا هنا في دوار الزلاقه، يوسف بن تاشفين يساعد ملوك الطوائف من المملكه ديال ليون، وما يتلاقاو في واحد الدوار سميتو الزلاقه، ما تسمع طايح كثر من نايض، جات هنا جا هو 7000 فارس، ماشي الفرسان ربما شي 2000 واحد اللي راكبين على الخيل، و 5000 على رجليهم الرجال، هازين غير السيوف والدرع، وشي 2000 على الخيل، قطعوا الخزيرات مشى لاشبيليا باش يساعد الملك ديال اشبيليا، وذاك الملك ديال اشبيليا راه مدفون حدا مراكش، راه نعاود لكم على داكشي. ايوا جا هنايا وما يساعدو صحاب اشبيليا وصحاب طوليدو ملي شافو او قالوا هذا جا من المغرب يوسف بن تاشفين، وما يساعدوه المتطوعين من دوك الملوك ديال الطوائف، وما يتلاقاو في واحد الدوار سماو الزلاقة. على سماو الزلاقة؟ الدم ولا في ديك البلاصه فين داروا ديك المعركه، ولا العود تيزلق بداك الدم ديال 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 السيف ومضاربه، عطيني نعطيك والطيوطه والنصوصه وقطع الراس قطع اليد، فين ما جاتك تخشى لك السيف منه يخرج من الجهه الاخرى، الله اكبر بحال المسيحيين في 1085. اوه يا صحيبي كانوا هنا المسلمين راه كانوا تيتخلعوا منهم، اوروبا كامله فرنسا راه كانت ما تجيهاش النعاس، تقول حقاش راه وصلوا حتى قربوا لباريس سميتو لباريس، بقات لهم شي 70 كيلومتر المسلمين، هذه راه في 750 و60 بحال هكاك
كان ديك الساعه يلا دخلوا الاندلس، يلا طارق بن زياد دخل الاندلس شي 36 عام بحال هكا، هو يطلع واحد الواحد بحال القائد راه نسات عليا سميتو، طلع تما بدا يدقدق فيهم الفرنسيس. اي هاي طال سانطواج تشوف دابا تبدلت الايام، جات الايام وجات الايام، تعال طلع على حبيبي فين ولينا. ايوا اخواني اخواتي المشاهدين، غادي نوض نمشي الطريق ونمشي نهز الطوموبيله وغنديماري، غنمشي ثاني لواحد الدوار اخر وغتشوفوا اثار جدودكم ان شاء الله باذن الله. صافي دابا اخواني اخواتي المشاهدين، خليوا هذا المنجم هنايا في الصمت، هو اللي عارف راسو شكون اللي خلاه هنا وزاد، وانا دايز من حداه ما خليته، غتنصور فيه. شو من كان تهود تهود لو يهز السلعة ديال الملح، تهود من هنا تمشي وليه ملحة تجمع سلعة هندسة كديرة مسيكي لي اللي واحلة مع صباط ما عرفتها من يكرد يكردنا ساد مسمار ومطرقه وقفقه باغي يدق المسمار ومرعود. تجي تشوف الناس فين كانت صحيبي غير عادي، كي اللي باقي واحلة مع بياسة ديال بيك على ما عرف يبدل يبيسة وقادة. تشوف جدودك اوه يا حبيبي ليام، شوف 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 تبارك الله، شوف شوف فاس في ديك اللعبة ديال تيديرو دوك الجلد فاس تعاود الجلد كوير راه بحال داك الشكل هذا. ترى كانوا صاحبي العرب الله يتم مهندسين خطير في المباني والتخربيق، شو كانوا هذا دايرينهم من التي عمر وتيفتحوا الماء شويه من تحت يبقى يمشي الماء وتتزقى الملحه هنا تيعمروا ثاني التشريج الاخر. ها ويلي وضيدي ها ويلي الهندسه كديره صحيح لينا حنا دروك نعوضوها بريكا قاسين منعودين ونقفقفوا بريكا بقينا نعرفوا نعوضوها يا جورا ب 40 ريال تبني بها تردم عليك كلها راشيه. نجيو صاحبي هنا الحشره كي دايره الكرت امسيكي اللي كضربك به الراس يطردك ليك ديك الساعه شكيله الطريقه دايره تدي ما تدي ما تجي ولا جيتو لهنا تدوز غير طوموبيل هادي اللي جايه من الدوار هي اللي مسموح لها تدوز وانت غتوقف ليه تدوز طوموبيل كاينه البلاكه. انا راه كنجي تبان لي البلاك تقلت ديال انتير دي شو سبحان الله شو هاد الواد هذا واش واد اللي مالح ولا اللي مسوس ولا ما نعرف سبحانك يجي هاد الودار تلاقاو ليه هذا غادي من ليه واحد جاي من ليه ويتلاقاو ليه ولاو تيكبوا ليه شي مسوس شي حلو قدرة الله. ايوا اخواني اخواتي المشاهدين مشاو تاني خوي بلاد وعمر بلاد فنوصلوا لسوريا، صحابو سوريا ديال دمشق ديرها سوريا والاخرى سوريا واحد المطر جايين ها هي البلاكه ها شتو تدي وما تجيب. ايوا دابا اخواني المشاهدين ان شاء الله ناكل واحد ديال الروز، اشفي ديال الروز الباط ديال الروز راه فينا هو راه ضربوا الروز بالحليب والقرفه صافي نمشي ان شاء الله. مشينا شنا داك المنجم هي 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 بسم الله وها مرة وزادر يقوفني
باقي ليا داك ديال البارح الغدا. الميريكان العرب راه كانوا فوق الميريكان في 1900 و 1800 الميريكان ما كانش كاع ما معروفاش. كل شيء قريب عبد الله ثاني الا بغا يرجعوا كما كانوا راه يرجعوا، ولكن ولينا دويلات. افريقيا لا راه سياسي ما ديكتاتوري ما ديمقراطي اخوت والو، راه ما تفهمش فيه هادشي هذا والله ما نفهم فيه لا كره لا والو. عزيز عليا انا اثار جدودي، عزيز عليا حقاش مسلمين، اي واحد ما يسمحش في التاريخ ديالو في الحضاره ديالو تيبغي يعرف. انا بغيت نعرف، انا نعرف كي كنا وكي ولينا. شوف كي كنتي كي وليتي، ما كاينش ديسك ديال هذا كي كنتي كي وليتي. غني على الشيره وتا تشوف يا غني على جدادو كي كنتي كي وليتي. البلاكا ها شتو هاهي ايمون ديال البلاكا ريو سالادو ريو الواد مالح. هذا هو راه صغير لكن جميل ما شاء الله الماء موجود فيه. هيا حنا هاد 50 ساعة الله يجعل البركة هاد يومين. شوف دابا هيا الخرجة ديالها إيمون أديوس.